بجدد التحية لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي. يعني الجنود المعلومين بيكونوا مهمين جدا في هذا التوقيت، لان النجاح بيكون كبير جدا. استاذ ماجد الدباوي رئيس قطاع العلاقات العامه واللوجستيه طبعا في المتحده شيء مميز جدا، لان الراجل كان عباره عن نحله في الفندق. ببارك لك على النجاح بالنسبه للمباراه. بنوجه كل الشكر للمملكه العربيه السعوديه، لان استضافت الحقيقه مباراه مهمه جدا. لكن على المستوى الشخصي مستر ماجد، احنا شفناك عملي كل دقيقة في اللوبي، كل دقيقة مع اللعيبة، عشان الحالة توصل بالمنظر ده، عشان النادي الأهلي ونادي الزمالك على الجانب الآخر الكل يساعد. متحدة باذلة شغل كبير جدا عشان الصورة تطلع بالشكل ده. ببارك لك على النجاح، وببارك لك أيضا كمان على المباراة بشكل عام. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. طبعا أنا في الأول ببارك لمصر كلها والنادي الأهلي، ودي توجيهات الشركة عندنا مستر محمد يحيى ومستر سيف الوزيري. لما بيحطونا في مكان لازم نبقى قد المسؤوليه. احنا طبعا ناس محايدين، اهلي وزمالك والرياضه كلها ومصر واحد، بس احنا لما بتحط في مكان بنبقى قده. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده رابع سوبر مع الاهلي. يعني هم مسميني ابو وش حل، فده رابع بطوله مع النادي الاهلي. وانا بشكر ربنا طبعا جدا على الـ على الـ على المجهود والحظ اللي ربنا اداهولي وعلاقاتي بالناس. ومبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لينا احنا كشركه متحده، ومبروك لجمهور مصر كله. وبشكر طبعا الاتحاد السعودي والناس واللجنه المنظمه اللي هنا، بصراحه عملوا معانا كل ما يعني ما يملكوا من جهد. والحمد لله الحمد لله على كل حاجه. اللعيبه شفتها النهارده في احتفالات وامور عديده جدا، لكن برضه في تنظيم، برضه في كل حاجه الحقيقه كانت صارمه جدا في هذا الامر. الكتيبه اللي معاك، لان مستر ماجد برضه يعني معاه كتيبه مهمه جدا، بنوجه للشكر لكل الكتيبه اللي معاك. اكيد حابب تقول لهم ايه، لان النهارده برضه النجاح منسوب للكل يا مستر ماجد. انا احنا معانا كتيبه شغل، انا مش عايز اقول لك وحوشه بجد، يعني بدايه من مدني ومن حسيني ومن عشري وراشد وعبد العليم عطيه وهشام عفيفي وحمدي بسيوني. والله يعني انا خايف انسى حد دلوقتي عشان انت خطفتني كده على هوا على طول، بس احنا عندنا تيم هايل الحمد لله. هم مسمينه الوحوش الحمد لله رب العالمين. بقالنا مع بعض فتره زمنيه مش قليله، يعني يمكن انا حوالي 7 سنين دلوقتي، وهم في ناس اقدم مني وبتعلم منهم وهتعلم منهم. فاحنا عندنا تيم بجد، بشكر ربنا ان انا في وسط التيم ده بجد. ومادونا انا يعني مادونا دي كمان مش عايز اقول لحضرتك شعله نشاط، يعني بروفيشنال بجد، يعني من الناس اللي انت تعتمد عليهم وشايله شغل، يعني ربنا يبارك لها. يعني انا بشكر كل التيم بتاعنا، وبشكر قناه النادي الاهلي، وكعاده النادي الاهلي هم منظمين في كل حاجه، وعندهم قيم كده وعندهم مبادئ، ومبادئ الاهلي فعلا ما بتتجزأش، وانا اتعلمت منهم على فكره. وبشكر سياده اللواء علاء بصراحه، بذل معايا مجهود كبير، لان هو راجل عارف شغله كويس وانا بتعلم منه برضو، لانه قيمه وقامه ولا بجد والله. يعني وبنساعد بعض في الشغل، والاول اختلفنا شويه، المدرسه ما كانتش واحده، بس خلاص الحمد لله بقينا اصحاب دلوقتي وبنعمل شغل تيم واحد. شكرا جدا. الله يخليك. شكر جدا.